أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن معاناة المغتربين في السعودية أمام واقع القرارات التي تتخذها السلطات السعودية بحق المقيمين، وماذا يمكن للحكومة أن تقوم به لمعالجة مشكلة المغتربين. اتفق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي على تكوين لجان مشتركة تختص بدراسة وضع العمالة اليمنية ومعالجة مشاكلهم. تضاف هذه اللجنة إلى لجان شكلتها الحكومة في وقت سابق. وجاء هذا الاجتماع لدراسة قضية العمالة اليمنية في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضتها المملكة، والتي تتعلق بتوطين العديد من الأعمال التي يعمل الكثير من أبناء الجالية اليمنية بها، ومناقشة السماح بتعديل المهن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى تظل مشكلة المغتربين في السعودية بلا حل؟ وماذا يمكن أن تقدمه اللجان المتلاحقة التي تشكلها الحكومة لمعالجة مشكلة المغتربين؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أمام انتقادات كثيرة لواقع العجز الحكومي في ملف المغتربين، تزداد المأساة في بلد الاغتراب وتتقلص فرص الحياة، وتعود الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها السلطات السعودية على المقيمين لتوسع من دائرة السخط والمعاناة معا. فلا تتوقف مشكلة المقيمين في المملكة عند أنفسهم، بل تطال انعكاساتها أقاربهم في الداخل، فلكل مغترب أسرة يعيلها، بل وأسر كثيرة يتحمل أعباءها على عاتقه. الرسوم الشهرية المفروضة على المغتربين وقرار توطين الوظائف بالإضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغيرها من الضرائب دفعت الكثيرين إلى إغلاق محالهم وفقدان أعمالهم واتخاذ قرار الخروج من المملكة بشكل كلي بعد أن صارت الأعمال لا تغطي الحد الأدنى من المعيشة. لجنة متابعة أوضاع المغتربين وفي جديد تحركها عقدت مع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اجتماعا لمناقشة المستجدات المتعلقة بأوضاع المغتربين بالمملكة للتوصل مع الجانب السعودي لمعالجة مشكلات المغتربين وتحسين أوضاعهم. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال ناقشت مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قضية العمالة اليمنية في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضتها المملكة والمتعلقة بتوطين الأعمال العديدة التي يمتهنها اليمنيون في المملكة، وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تختص بدراسة وضع العمالة اليمنية ومعالجة مشكلاتها. لجان عديدة تشكلت أمام واقع لم يتم حلحلة مشاكله، فما يحدث اليوم للمغترب امتداد آخر لكثير من الأوجاع في ظل بلد ممزق من الحرب يصعب العودة إليه، وعجز حكومي من إجراء معالجات واتخاذ موقف ينقذ آلاف المغتربين من مصير بات أكثر غموضاً. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. إذن أستاذ توفيق، يعني في مسألة المغتربين تحديدا في المملكة العربية السعودية هناك الكثير من اللغط، دوما ما يعني عندما تصدر قرارات جديدة سعودية يقال إن هذه قرارات سعودية والسعودية لها سيادة على أراضيها. دعنا نفس يعني نتساءل الآن، ما هو التوصيف القانوني لما يمكن أن يقال عنه إجراءات تضيق يعني على المغتربين اليمنيين في السعودية؟ مساء الخير أخي الكريم. اليوم الوضع المغتربين اليمنيين في السعودية لديهم وضع استثنائي من الناحية السياسية والقانونية. هنالك اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليمن وقعت في 34 وطلق عليها اتفاقية الطائف. هذه الاتفاقية وضعت لليمنيين داخل المملكة العربية السعودية وضعا استثنائيا عن بقية المهاجرين والمغتربين الموجودين على أراضي المملكة العربية السعودية، بل وساوت اليمنيين بالسعوديين أنفسهم. وبالتالي المفروض في ظل هذا الوضع الاستثنائي إضافة إلى الوضع الإنساني الذي تعيشه اليمن، من المفترض أن المملكة العربية السعودية اليوم وهي نستطيع أن نقول العاصمة السياسية للحكومة الشرعية
أن تتصرف أو تتخذ قرارات تحسن من الوضع الإنساني لليمنيين، لا أن تزيد معاناتهم أو تزيد من تفاقم معاناتهم الإنسانية. لكن في نعم المقابل نعم نعم هنالك، وللسعودية الحق في اتخاذ بعض القرارات وبعض الأمور السيادية الداخلية، لكن هنالك أيضا اتفاقيات معينة يجب أن تحتكم لها الدول التي تنضم إلى المجتمع الدولي، وأن تمنح الناس المقيمين على أراضيها كافة الحقوق والحقوق ما دام التزموا بكافة الاتفاقيات والواجبات. لأنه ليس منطقيا اليوم بعد 30 عاما أو 20 عاما أو 25 عاما، بل بعض الأفراد اليمنيين والأسر اليمنية لا يعرف أبنائهم الأراضي اليمنية مطلقا، ولد في المملكة العربية السعودية، واليوم بجرة قرم أو بقرار واحد يجدون أنفسهم في العراء مطالبون بالخروج من المملكة العربية السعودية دون أي أفق حقيقي لمستقبلهم، وبالتالي هذا يعد انتهاك واضح لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وتأمين مستقبله. وبالتالي نحن اليوم يجب أن نتحدث عن قرارات يجب أن تتماشى مع حقوق الإنسان التي لا تمنع أي دولة من اتخاذ بعض القرارات، لكن في إطار السياق الإنساني والقانوني للمغتربين الموجودين على أراضي المملكة. طيب، من من المفترض به في هذه الحالة أن يتابع مسألة المغتربين اليمنيين وأن يعني يقيم مدى التزام المملكة العربية السعودية بهذه الاتفاقيات التي تمت مع اليمن؟ وبلا شك اليوم أن المسؤولية الأولى تأتي على الحكومة الشرعية، الحكومة هي المسؤولة عن المواطن اليمني سواء كان في الداخل أو الخارج، سواء عبر الوزارة المختلفة بما فيها وزارة المغتربين ووزارة الخارجية. اليوم الحكومة الشرعية للأسف الشديد لدى أظافرها مقلمة، ولا تمتلك أيضا قرارها السيادي، ولا تمتلك أوراق كثيرة بإمكانها أن تفاوض عليها. اليوم للأسف الشديد تجد بعض الوزراء المحسوبين على الحكومة الشرعية عبر وسائل الإعلام يبررون مثل هذه القرارات أن اليمنيين غير لا يمتلكون المهن أو غير مؤهلين تأهيل عالي لممارسة بعض المهن، بمعنى اليوم أن الحكومة الشرعية تحولت إلى أداة من أدوات إيذاء المواطن نفسه. المسؤولية الأخلاقية اليوم، المسؤولية القانونية اليوم هي مسؤولة الحكومة الشرعية. المواطن اليمني اليوم لا ينتظر من الحكومة أن يسمع خبرا عن التقاء السفير أو التقاء وزير بالسفير الفلاني أو التقاء الوزير بوزير العمل ثم الخروج بلجان مشتركة لدراسة وتقييم وضع العمالة اليمنية، لا، يجب اليوم اليمنيون ينتظرون قرارات ملكية تحل مثل هذه القرار مثل هذه الإشكالية الكبرى، لأن عملية اليوم الترحيل وعملية التضييق وعملية الخروج من المملكة العربية السعودية سارية على قدم وساق. على الأقل نحن ننتظر اليوم توقيف لمثل هذه القرارات لفترة زمنية بحيث يتم دراستها وإعادة النظر فيها والتفاوض بشأنها، هذا الذي ينتظره اليمن وينتظره المواطن اليمني سواء في المملكة العربية أو في السعودية. اليوم ما يسمى بأحد قيادة جماعة الحوثي محمد علي الحوثي يعني يصرح في أحد الصحف بأن المعسكرات جاهزة لاستقبال اليمنيين العائدين في السعودية لمقاومة ما يسميه بالعدوان، بمعنى اليوم اليمنيين اليوم ليس لديهم خيارات متعددة، اليوم اليمنيين هم يقارنون بين الأسود والأشد سوادا، بين السوء والأشد سوءا، وبالتالي هذه الحكومة يجب أن تتحرك، يجب أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ توفيق. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض، الناشط أستاذ شعيب القديمي. أهلا بك أستاذ شعيب. مرحبا أخي وزير، حياكم الله، وشكرا لقناة بلقيس الذي دائما ما تهتم بقضايا المغتربين اليمنيين خصوصا في السعودية وفي كل دول العالم. أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ شعيب، يعني الآن وزير الخارجية تم تشكيل لجنة للاهتمام بشؤون المغتربين، لجنة كانت الأولى برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك وزير شؤون المغتربين وسفير اليمن في السعودية. الآن وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزير العمل السعودي قضية العمالة اليمنية. كيف تتابع كأحد المغتربين وأحد المهتمين بقضايا شؤون المغتربين كل هذه التحركات الحكومية؟ هل هي كافية بالنسبة لكم؟
أولا دعني أن أشرح لك بعض المعاناة التي يمر بها المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية، من واقع أعيشه بوجود الكثير من الأصدقاء المغتربين المقيمين الذين كان لهم أعمال ومن ثم الآن هم لا يجدون الأعمال بسبب صعودتها. أخي العزيز، يوجد يمنيون ولدوا في السعودية لا يوجد على جوازاتهم ختم واحد خروج وعودة، حتى أن لهجتهم أصبحت هي لهجة المناطق السعودية التي عاشوا فيها، وأبنائهم لم يكملوا الدراسة واضطروا إلى العودة إلى المجهول. أسميها العودة إلى المجهول لأنه اليمن تمر بوضع صعب، هؤلاء لا يعرفون شيء عن اليمن، حتى آبائهم من مواليد السعودية. تفاءلنا كثيرا بتشكيل هذه اللجنة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، وكنا نقول بأنه ستتحرك بشكل أسرع لأن الأوضاع زادت سوء حقيقة. هناك سعودة للمهن، تحديدا المهن التي يشتغل فيها القوى العاملة اليمنية، وأهمها وأبرزها هي سعودة المحلات الخضار وأيضا محلات الملابس. والإخوة في السعودية يعرفون بأن هذه القطاعات وهذه الأعمال 90% العاملين فيها هم من الإخوة اليمنيين. طيب شعيب، يعني أستاذ شعيب، دعني في هذه النقطة تحديدا، هل عندما يصدر قرار متعلق بالمهن التي تقول إن اليمنيين يعملون فيها، هل يشعر اليمنيون في هذه الحالة أنهم مستهدفون في هذه القرارات، أم أنهم يرون أن هذا القرار سيادي بالأخير للمملكة العربية السعودية وليس لهم شأن فيه؟ في الأول والأخير أخي وجيه، لنكون صادقين بأن هذه القرارات هي قرارات سيادية ويحق للحكومة السعودية أن تتخذ أي قرار في بلادها، لكن هناك ظروف استثنائية وهم يعرفون جيدا بأن الإخوة اليمنيين نمر بظروف استثنائية بسبب الحرب 3 سنوات. اليوم المغترب اليمني هو العمود الفقري للاقتصاد في الداخل، هو من يعول الأسر في الداخل. أكثر من 2 مليون مغترب يعولون أكثر من 10 مليون داخل اليمن بسبب الحرب وبسبب انتهاء الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي. إذن نحن لا نقول هو استقصاد للمهن التي يعمل بها اليمنيين، ولكن حقيقة أن هذه المهن التي سعودتها مؤخرا والقرارات السعودية هي يعني تستهدف بشكل كبير المهن التي يعمل بها المغتربين اليمنيين في السعودية. طيب عندما يعني ننتقل إلى جوانب حل هذه الإشكالات، الحل يطرح الكثير أنه يجب أن يأتي من الحكومة، لكن في المقابل كيف يتصرف المغتربون الآن في السعودية إزاء هذه القرارات؟ أخي وجيه، دعني أن أوضح أنه ليست القرارات وحدها هي العائق للمغترب اليمني في السعودية، هناك أيضا عدة عوائق. هناك مغتربين لديهم أسر، الآن تم رفع رسوم تجديد الإقامات، هناك الكثير من المغتربين لديهم أطفال ولديهم نساء، البعض لديه 10 أو 15، إذا أراد أن يجدد لهم سنويا بسبب ارتفاع رسوم تجديد الإقامات قد تصل بعض الأسر بحاجة إلى أكثر من 40 أو 50 ألف سعودي حتى يجدد له ولأسرته. إذن هذه معاناة. أيضا هناك معاناة أخرى، بأنه هناك الكثير من المغتربين اليمنيين نقلوا المهن التي سعودتها، مثلا تم سعودة المهن الملابس التي يعمل فيها المغتربين اليمنيين قبل 6 أشهر، البعض نقل المهنة التي يعمل بها إلى مثل بائع خضار، الآن تم سعودة أيضا هذه المهن، يعني خلال 6 أشهر طبعا مع كل نقل يزداد أو يتضاعف المبلغ الذي تنقل به المهنة. يعني إذا كان المغترب اليمني قبل 6 أشهر نقل من بائع ملابس في 6000 سعودي إلى مهنة أخرى وهو بائع خضار، اليوم لا يستطيع أن ينقل إلا ب 12000 سعودي، إضافة إلى أن هناك الكثير من المهن رفضوا، الجانب السعودي رفض التجديد فيها أو النقل إلى مهنة أخرى. نعم، أشكرك إذن أستاذ شعيب القديمي ناشط، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا الذي ينضم إلينا الآن أستاذ سلمان الشريف، الناشط المهتم بشؤون المغتربين، لكن قبل أن أدخل معه في الحديث أعود إلى أستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، إذن هل هناك على الأقل احتياج لإظهار يعني استراتيجية
توطين الوظائف بالنسبة للسعودية على الأقل حتى لا تحدث مثل ما قال الأستاذ شعيب، أن هناك من ينتقل من مهنة إلى أخرى ثم يعاد، يعني ثم تحدث عملية توطين لهذه المهنة أيضا، فهذه إشكالية ربما أخرى. هل هناك حاجة لشرح ما الذي تريده المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال؟ أستاذ توفيق، يبدو أن هناك إذن إشكالية في الاتصال، إذن أذهب إلى ضيفي من الرياض أستاذ سلمان الشريف. أهلا بك أستاذ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليك وعلى متابعين قناة بلقيس الذي دائما تشعل شمع أصابعها ولعن لكي ينال المغترب اليمني فوق الراحتين، الذي بباب الحكومة اليمني انطفأت شموعه مرتين ومات قلبه مرتين. طبعا القناة الرائدة بمذيعينها وطاقمها وكل إدارتها التي كرست كل جهدها لطرق موضوع المغتربين في جميع البرامج، لكم كل الشكر منا والتقدير أخي الكريم. الشكر لك على تواجدك معنا أستاذ سلمان، ونحن نقوم يعني بمهامنا في نهاية المطاف كإعلام يعكس قضايا المواطنين. على كل حال دعنا نتحدث الآن، كيف ترى الخطوات الحكومية التي تقوم بها الحكومة من تشكيل لجان للتواصل مع الجوانب، مع الجهات السعودية المعنية فيما يتعلق بقضايا المغتربين؟ أخي الكريم، أنا في وجهة نظري كان لا يوجد داعي لمثل هذه اللجان، كان لقاء ودي من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بملك الإنسانية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، كان بكفيل بحل مثل هذه الإشكاليات. ولكن مثل هذه اللجان أنا أعتقد أنها مسكن أو مهدئ كي يجعل المغتربين يعيشون في لحظة تهدئة حتى يجد أغلب المغتربين كلهم خارج المملكة العربية السعودية في ظل سعودة. الآن المصيبة الكبيرة أن هنالك 12 قطاع راحت تسعود، فإذا سعودت فستكون الضربة القاسمة في أو المسمار الأخير في نعش المغترب اليمني. أخي الكريم، طبعا في مثل عندنا في اليمن دائما نعترف به يقول لك الأم اللي ربت وليست التي أنجبت، في ظل أن وجود الكثير من اليمنيين موجودين هنا من الأب إلى الجد إلى الإبن، أعتقد أنه لا يعرف اليمن، أو كما ذكر ضيفك الكريم سابقا أنه لم يؤشر حتى تأشيرة واحدة لخروجه اليمن. هنالك كثير من المشاكل، إذا تكلمنا عن المشاكل التي يعاني منها المغترب اليمني هي الرسوم، التوطين، السعودة، التأنيث، هذه مشاكل هي التي جعلت المغترب اليمني أصبح الآن في دوامة، إضافة إلى إيقاف التمديد لحاملين هوية الزائر الذي كانوا بصدد تحويلها إلى إقامة رسمية بمكرمة ملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أتى إيقاف التمديد، هذه الآن أصبحت عمالة سائلة بالشارع، يحق لأي عنصر من أفراد الشرطة بإلقاء القبض عليهم أنهم مخالفون لنظام الإقامة. أيضا المشكلة الأخرى هي إيقاف تعديل المهن التي إذا سعودت مثل هذه القطاعات أو أمثت أو تم سعودة المهن فيها، بإمكان العمالة سواء كانت يمنية أو غير يمنية تعديل المهنة والانتقال إلى مهنة أخرى للبحث عن لقمة عيش كي تساعدهم على البقاء. لكن إذا أرادت الحكومة اليمنية أو اللجنة التي شكلت أخيرا لحل مشاكل المغتربين لو أرادت التواصل مع أي إنسان مهتم سواء بشؤون المغتربين سواء سلمان الشريف أو غيره أو كثير من المغتربين لديهم إلمام بقضايا المغتربين، نحن مستعدين أن نتعاون معهم تطوعيا بإعطائهم المشاكل والحلول التي يقدموها للإخوان في الجانب السعودي. طبعا أنا طبعا أحيي الدكتورة ابتهاج الكامل بالخطوة التي عملتها باللقاء بوزير العمل، طبعا هذا هو لقاء متناسق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية بدولة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، طبعا مثلا بوزير العمل السعودي، هذه خطوة جبارة طبعا. بس إذا كانت الوزيرة عندها إلمام في الموضوع وفي قضايا المغتربين بشكل عام، لأن يا أستاذي الكريم الذي يده بالماء ليست كمن يده بالنار، إذا كانت لديها دراسة متكاملة أخذت الدراسة هذه من وسط المغتربين أنفسهم، إذا كان للجنة هذه نزول ميداني إلى 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 مقرات الترحيل واستماع من المغتربين وملامسة همومهم معاناتهم، أعتقد أنها كانت ستطل إلى حلول سريعة وتحاول نقلها إلى الجانب السعودي. وأعتقد أن الإخوة في الجانب السعودي هم متعاونون كل التعاون، لكن للأسف الشديد الإهمال من الجانب اليمني، والدليل على ذلك أنهم تركوا فرصة من ذهب عندما كانت الحكومة السعودية
تسعى إلى منح المكرمات تباع المكرمات للمقيمين اليمنيين وتحويل هوية زير إلى قامة رسمية ومنعهم المراكز التي سهلوا فيها طبع الجوازات. لو طرحت الحكومة اليمنية مشاكل المغتربين منذ البداية وحاولت أن توجد حلول لها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه يا أخي الكريم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ سلمان. أعود إلى من يعود إلينا الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، يعني هناك الكثير من المسؤولين السعوديين يتحدثون على استقبال المملكة لملايين اليمنيين بين لاجئين وعمالة، وكان ربما آخرها تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل جبير بوجود مليون لاجئ يمني. إلى أي مدى هذه التصريحات دقيقة من الناحية القانونية والحقوقية أيضا؟ لا، بالنسبة لمصطلح لاجئ اعتقد بان المصطلح ليس دقيقة بالمرة. مصطلح لاجئ اخي الكريم هو مصطلح قانوني حددته اتفاقية عام 1951 والبروتوكول الاضافي في عام 67، والمملكة العربية السعودية غير موقعة على هذه الاتفاقية وعلى هذا البروتوكول، وهذا البروتوكول حدد أو عرف من هو اللاجئ وما هي الإجراءات التي يحصل بموجبها الإنسان على وضعية لاجئ، وأيضا الحقوق والواجبات، الحقوق التي يحصل عليها اللاجئ من هذه الدولة والواجبات. وبالتالي هذا كمصطلح، كلاجئ كمصطلح، لا نجد له في المملكة العربية السعودية وضعا لا قانونيا ولا واقعيا. وبالتالي نعتقد أن تصريح وزير الخارجية الجبير في مثل بنعت اليمنيين بأنهم لاجئين أعتقد أنه يفتقر للحصافة أو أنه محاولة لخلط الأوراق، ليس إلا لإظهار أن المملكة العربية السعودية تقدم الشيء الكثير لليمنيين. اليوم اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية والذين تحدث عنهم الإخوة الزملاء عن معاناتهم هم يمنيين مهاجرين للمملكة العربية السعودية بطريقة شرعية، يعني أيضا مقيمين بطريقة شرعية بموجب الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية السعودية، صدرت بحقهم مجموعة من القرارات، مجموعة من الأمور الخاصة التي صدرتها المملكة العربية السعودية وهي أمر داخلي. إلا أننا نحن نعترض على أن الاتفاق، على أن القرارات يجب أن تنسجم في البداية والنهاية مع حقوق الإنسان، وإلا لماذا اعترض العالم على القرارات التي صدرتها الولايات المتحدة الأمريكية أيام الرئيس ترامب، واعترضت عليها أيضا حتى المحاكم الأمريكية واعتبرت أن هذه القرارات مخالفة لاتفاقية حقوق الإنسان والدستور الأمريكي، وبالتالي أسقطت هذه القرارات وهي صادرة من أعلى رئيس دولة في العالم. وبالتالي قرارات أي دولة، لأن بالنهاية الدولة هي التي تمتلك السلطة المطلقة، وبالتالي جاءت الاتفاقيات الدولية بشكل عام لحماية المهاجر أو المواطن الداخلي من تعسف استخدام السلطة لمثل هذه الدولة، وهذا الذي نتحدث به تحديدا. نحن نتحدث اليوم على أنه لا يوجد بعض اللاجئ في المملكة العربية السعودية، ما يوجد هو عبارة عن مقيمين بطريقة شرعية، لديهم أيضا صورة استثنائية اتفاقية الطائف التي تحدثنا عنها والتي لم تفعل والتي أثيرت من جديد إبان تدخل المملكة العربية السعودية استجابة لقرار أو لطلب الرئيس هادي بأنها جاءت انسجاما مع أحد بنود اتفاقية الطائف التي يجوز لرئيس أحد الدول أن يستنجد بالدول الأخرى، فعلت هذه الاتفاقية. لماذا هذه الاتفاقية اليوم تموت عندما نتحدث عن وضع المقيمين والمهاجرين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، والتي أعطتهم هذه الاتفاقية وضعا استثنائيا يساويهم بالمواطن السعودي نفسه؟ أشكرك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد في منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. بالعودة إليك أستاذ سلمان، وبسؤال أخير، يعني عندما نسمع هذه التصريحات الرسمية من أي طرف كان، هل أنتم كمغتربين تعملون بالأخير، تقومون موجودين بصفة قانونية، لستم يعني ليس المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية أو في أماكن أخرى، دخلتم لهذه البلاد بطريقة غير شرعية، كيف تجدون هذا ما يمكن أن يوصف يعني التوظيف السياسي لهذه القضية بالنسبة إليكم، كيف تجدونها؟ بالنسبة لمثل هذه القرارات يجدها المغترب اليمني، هي قرارات تعجيز يا أخي الكريم. المغترب اليمني إما دخل بفيزة عمل أو دخل بزيارة أو عمرة أو أخيرا من تم إعطائهم المكرمة الملكية التي تمت منحت بتحويلهم أو الزائر بعدما كان مجموعة منهم مجهولين الهوية، وأيضا من دخلوا بتأشيرة حكومية. لذلك من دخل بعدهم بطريقة مجهول الهوية هذا أصبح مخالف نظام الإقامة، ونحن لسنا ضد ترحيله أو ضد ملاحقته، ولكن نحن نتكلم عن المغترب اليمني في ظل الظروف الإنسانية
والوضع الصعب الذي يعيش به اليمن، فرض مثل هذه الرسوم المقابل المالي على الأسر والوافدين، هنا تعجيز لأنه أصبح يتضاعف بالسنة تلو الأخرى، حتى أصبح شيء مستحيل أن يقوم بتسديده مثل هذا المغترب ويضطر إلى ترك البلد راغما عن أمته. أيضا مثل هذه القرارات بصعودة وتوطين أغلب المهن التي يعمل فيها اليمنيين، أين ذهب فيها اليمنيين؟ تسمى قرارات تعجيزية مع إيقاف نقل المهن وتعديلها وتحويلها إلى مهن أخرى حيث يستطيع التنقل إلى عمل آخر. لذلك وما زلت أنا أوجه رسالة، وإن شاء الله يكون كرت رابع إن شاء الله، نحن نناشد سعادة السفير محمد الجابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، والذي لديه إلمام في قضايا اليمنيين، وهو يعرف العادات والتقاليد اليمنية والمشاكل بحكم وجوده في اليمن فترة طويلة. أتمنى من الرجل هذا أن يجد مبادرة لإخوانه اليمنيين الذي كان في يوم من الأيام بينهم، يعرف المناطق اليمنية ويعرف الأوضاع اليمنية ويعرف الملف اليمني وما حاصل فيه الحين باللحظة وبالتوقيت. أتمنى أن يسعى لنا ولو بمكرمة لإعطاء اليمنيين مهلة جديدة أو للسماح لهم بالعمل وعفائهم من الرسوم، أقل شيء أخي الكريم فترة زمنية، هذا الذي يطلبه المغترب اليمني البائس على أمره الذي يلتفت إلى وطن متهالك، وطن متقسم، وطن متحارب، لا وجود فيه لا الأمن ولا الاستقرار ولا حتى الوجود الاقتصادي، حتى وإن عاد المستثمر هذا أو المغترب عنده شيء من المال لا يستطيع أن يفتح أي شغلة في ظل الظروف الاستثنائية. نتمنى بالنظر بالجانب الإنساني وما ذكر ضيفك الكريم وتفعيل مثل الاتفاقية التي ذكر التي يفعلونها متى يريدون ويوقفونها متى يريدون، فلذلك نتمنى النظر بجانب إنساني بوضع إنساني لمثل هذه الجالية التي جار عليها الزمن وأصبحت يسمونها بحق لاجئ أو نازح، العمر اليمني ما كان لاجئ أو نازح، اليمني يعمل بكده وعرق جبينه حتى يضطر بلقمة شريفة تساعده على البقاء له ولأولاده، لا يمكن أنه يوجد لاجئ داخل المملكة أو دخل يمني تحت مسمى لاجئ وموجود في مخيمات. هذا الشيء الجميل باليمني أينما تدعه يعمل ويثبت نجاحه ويثبت وجوده، فيكون اليمني خير من يستل اليمنيين في الغربة للأمانة يا أخي الكريم. أشكرك أستاذ سلمان الشريف الناشط المهتم بشؤون المغتربين على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.